نشرة إخبارية مفصلة من قناة الجمهورية، أهلا بكم، معكم محمد مفلح. استهدفت القوات الجنوبية المشتركة اليوم السبت تجمعا لعناصر ميليشيات الحوثي في منطقة المقطار شرق مديرية الحشا بمحافظة الضالع، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات. وجاءت عملية الاستهداف عقب عملية لرصد لتلك العناصر أثناء تجمعها بحضور أحد القياديين الميدانيين لتلقي التعليمات للقيام بهجوم على القوات الجنوبية. وأربكت الضربة الاستباقية خطة الهجوم وأفشلتها، وذلك بعد مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات، يرجح أن من بينهم قيادة ميدانية. اختطفت ميليشيات الحوثي 3 مواطنين من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار اليوم السبت، وذلك بعد ساعات على اختطاف 4 أشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولم يعرف سبب الاختطاف، إلا أن ناشطين قالوا أنها تأتي في سياق الانتهاكات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. توفي طفل في 11 من العمر اليوم السبت في انفجار لغم حوثي في مديرية نهم شرق صنعاء، وتسببت الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في وادي ملح وبران وجبال الفرضة بنهم بمقتل وإصابة 30 مدنيا من أبناء المنطقة منذ انسحاب الجيش الوطني منها في يناير الماضي. وحولت ميليشيات الحوثي مناطق نهم إلى حقل كبير للألغام، حيث يقدر عدد الألغام التي زرعتها في المناطق السكنية والزراعية بسبعين ألف لغم على امتداد أكثر من 30 كيلومتر في المديرية. تشير التعازي التي يبعثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حجم الجائحة التي تفتك بالمواطنين، إلى حد أن تلك المواقع تحولت إلى ما يشبه صلاة عزاء. وأظهرت التغريدات وفاة أعداد من أهالي صنعاء، إلى درجة أن المقابر أغلقت في وجوه أهالي الموتى في الوقت الذي ترفض خلاله الميليشيات التابعة لإيران الإعلان عن عدد الضحايا، مع اتباع سياسة الإنكار والتقليل من حجم الكارثة. وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي قالت أن اليمن بات يواجه أسوأ السيناريوهات مع تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد. وتوقعت جراندي خلال تصريحات متلفزة بتجاوز ضحايا فيروس كورونا القتلى جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة خلال السنوات الخمس الماضية. وسبق أن قالت الأمم المتحدة أن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس، محذرة من تسبب الجائحة في مجاعة لدى الملايين. ويأتي ذلك فيما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا تسجيل 16 إصابة جديدة، بينها 6 حالات وفاة في تعز، مما يرفع عدد الحالات إلى 605 حالات، من بينها 113 حالة وفاة وتعافي ل 23 حالة. نهاية النشرة، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.